اليوم كان مطلب اساسي، كنطالبوا بالادماج المباشر لاعوال الحراسه الخاصه ونظافه الطبق ضمن نظام اساسي للتعليم بالوظيفه العموميه، شانهم شان اعوان سابقه اليوم في طور الانقراض. هذا المطلب جاء بناء على واحد العدد من الشكايات ومن المشاكل اللي كنعيشوها وطنيا. الحراس الامن الخاص كيتعرضوا لواحد الاستغلال بشع تحت انظار جميع الجهات المسؤوله، الاجور هزيله، ما كاينش ضمان اجتماعي، ما كاينش تغطيه صحيه، الاجور ما كتعداش 2000 درهم، عاملات الطبخ ما كتعداش الاجور ديالهم 700 درهم. حنا اليوم جينا كنقابه بجميع المكاتب ديالها من اجل تنديد اولا التصريح الوزير اللي كيعتبر ان في منظوري ان الوزاره هذه الفئه خارج المنظومه التربويه، مع العلم انها في العمق ديالها، كما انه كيصرح على ان هذه الفئه يعني ليست في صلب اهتمامات وزارته، مع العلم انه هما الجهه المتعاقده الوزاره المصالح ديالها مع الجهات. فكيف يعقل هذا الاستغلال داخل مؤسسات الدوله تحت انظار جميع الجهات المسؤوله دون اي تدخل مسؤول؟ اليوم كنحملوا المسؤوليه لوزاره التربيه الوطنيه، وزاره الشغل، وزاره الداخليه، جميع الجهات اللي كتجاهل هذه الفئه هذه، بحكم ان الفئه هذه كتمثل ازيد من مليون ونصف حارس الامن الخاص وعاملات نظافه والطبخ على الصعيد الوطني، كيتم الاستعباد ديالهم بواحد الشكل وحشي دون اي تدخل. اليوم كنتواجدوا هنا امام مقر وزاره التربيه الوطنيه بناء على الدعوه ديال المكتب الوطني اللي دعا جميع المكاتب الاقليميه والمكاتب الجهويه للحضور في هذه الوقفه الوطنيه. الوقفه دارت بناء على مجموعه من الشكايات اللي توصلت بها النقابه الوطنيه من طرف المكاتب ديالها بخصوص اعوان الحراسه الخاصه اللي كيشتغلوا في المؤسسات التعليميه 12 ساعه، عدم احترام الشركات للحد الادنى للاجور، الاعياد الوطنيه والدينيه ما كيستافدوش بها، العطلات السنوية ما كيستافدوش بها، الراحة الأسبوعية ما كيستافدوش بها، عاملة النظافة كيشتغلوا ثلاثة حتى أربعة ديال الساعات في اليوم بأجر جد بخس اللي ما كيتعداش 1000 درهم، كذلك عاملة النظافة ما كيخلصوش الخلاص ديالهم في الشهر ديالهم، ديما تأخر بصرف الأجور شهر شهرين ثلاث شهور. واليوم حنا كنطالبوا بإسقاط نظام التعاقد مع شركات المناولة، وكنطالبوا بالإدماج المباشر في النظام الأساسي بالوظيفة العمومية، وهذا كنوجهوه لوزير التربية الوطنية أنه يتحمل المسؤولية ديالو في هذا القطاع. هذا المطلب الأول والأساسي هو الإدماج، إدماج، لأن احنا في هذا العاملة النظافة مقهورين بزاف من ناحية غلاء الاسعار. واش 1000 درهم باقي شي واحد تيخدم ب 1000 درهم؟ ما عندنا لا كونجي، ما عندنا حق نمرضوا، ما عندنا حق نديروا شهاده طبيه، ما عندنا حتى لا سينيسيس، دايرنا ديك لا سينيسيس ما عندها حتى شي معنى. بحال دابا انا درت عمليه على عيني، درتها تقامت عليا علاين 50000 ريال، رد لي 5200 ديالاش، ماشي حتى تاع الطبيب اللي دوز ليا. وجينا لهنا من مدينه المحمديه كنطالبوا بالحقوق ديالنا، وكنطالبوا بالسالير يكون عندنا ونعيشوا تاعنا بكرامه كيف عايشين الناس اخرين، ما يبقاوش يجيبوا في الشركات يخدمونا باش بغاو، غير اللي دار السالير اللي دار الفلوس كيجي يخدمك باش بغا، كيعطونا 2000 درهم، 2000 درهم ديالاش؟ ديالاش 2000 درهم في الشهر؟ لا تغطيه صحيه لا كيس مقاد لا خلاص مقاد، كيخلصونا النوار كونجي ما كاينش، يعني بغينا حنا نحسوا براسنا عايشين مع الناس، عايشين بحال الناس، بغينا مندمجونا حنا في القطاعات، بغينا ندمجونا حنا، الشيء اللي جينا هنا من مدينه المحمديه للرباط، وما بغيناش هذا الشيء يبقى يتكرر، وبلادنا الحمد لله زينه، وبغينا الحمد لله حنا نحسوا براسنا راه حنا خدامين، ماشي يعطونا 2000 درهم، 2000 درهم ديالاش نحيدوا بها درسه، ديالاش 2000 درهم، اش هاد الحكر هادي وهاد البهدله، اش نقولوا؟ كنقولوا واحد الشعر غادي نقولوا لهم يا الطامع بالدنيا شحال قدك تجري وراق، شحال من عظيم تعظم راح وخلاق، لا تفرح بالدنيا غير نساق، راهم راحوا قبل منك وخلاق. الله يجازيكم بخير، كنوجه رساله للمسؤولين باش يحاولوا يشوفوا في هذا القطاع هذا يديروا لي التقنين، ما يبقاش هذا القطاع مهمش، وحنا الحمد لله في دوله الحق والقانون، وفي دوله يعني دوله يعني في التقدم وفي الازدهار، وحنا امامنا الحمد لله مونديال كاس العالم، وبغينا بلادنا ما يبقاوش العيوب ديالنا يتفرجوا بها دول اخرى. ما يبقاش هادشي العيوب ديالنا يشوفوها دول اخرى وتشوفوا فينا دول اخرى. حنا بغينا هاد القطاع يديروا ليه شي حل، ما يبقاش هاد القطاع مهمش. راه تقريبا اكثريه ديال السكيورتي في المغرب مهمشه. ما عندهاش حق، ما عندهاش قانون، ما عندهاش تغطيه صحيه، ما عندهاش صالير، ما عندهاش كرامه.
يعني تالينا هادشي تالينا نبقاو غاديين به، وحنا كناشدوا جميع الناس المسؤولين يشوفوا في هذا القطاع، راه بزاف هادشي. احنا جايين متين غير، جايين في شي 500 كيلومتر مكرفسين في الطريق، حنا كنطلبوا الحقوق ديالنا مكرفسين، ما كايناش التغطيه الصحيه، ما كاينش سميتو الخلصه، ما كيخلصوناش شهر 7 شهر 8 21000 ما كافياش الخلصه ما كاملاش، وحنا كنطلبوا الحقوق ديالنا.